ايه الأناقة دي؟ شكلك خلصت ال 50,000 ها؟ من بدري يا باشا. وأنا قلت برضه ما ينفعش أبقى من رجالة سعادتك ويبقى شكلي يعني مش اللي هو. جدع، اقعد. شوف يا مالك، أنا مشكلتي في الحياة إن أنا بكره الأغبياء وبحب الأذكياء، فهل أنت ذكي؟ بص يا باشا، موضوع ذكي ده يعني أنا في المدرسة زمان كنت غبي، كانوا يقولوا الغبي راح، الغبي جه. والله والله بجد. بعدين إيه؟ يعني تقدر تقول سكة العلام والمدرسة دي ما كانتش سكتي. بس في الحياة عجبك يا باشا. هو ده المهم. قول لي، أنا سمعت إن علاقتك بأخوك مش تمام، وإنه بيحاول يحجبك. والله يا باشا أنا مش عارف، أنا مش عارف إذا كان هو بيحاول يقل مني، ولا هو خايف عليا. الله أعلم. بس أنا بقول إنه خايف عليا. قول لي، العربية التعبانة اللي أنت دخلت بيها الأوتيل دي مش تقعد تغيرها بقى؟ لا يا باشا، دي مش عربيتي. دي عربية عيل كامل الرجالة بتوع أخويا. إيه ده، هو أخوك مش جايب لك عربية؟ لا يا باشا. لا يا راجل. أه والله. فعلا؟ أه. مش جايب لك عربية؟ لا يا راجل. بجد؟ لا ملوش حق. طب هو بيديلك كام في الشهر؟ بص يا باشا، هو ما بيديش يعني بالشهرية. ممكن تقول سكة 5-6 بواكي مثلا. 5-6 آلاف إيه؟ دولار؟ دولار إيه يا باشا؟ ما أنا كمان مش مصدق إن سيف الخديوي بيدي لأخوه الصغير والوحيد 6000 جنيه في الشهر. أخوك معاه فلوس كتير على فكرة. أنت عارف أنا ناوي أعمل إيه معاك يا مالك؟ أنا ناوي أشبعك. يعني أديلك مرتب ما تحلمش بيه. أركبك عربية آخر موديل، يعني نجيب حتة ستور كده. أنا بفكر كمان إنك تيجي تقعد هنا معانا في الأوتيل في جناح كده يكون مناسب علشان تبقى تحت عيني وتبدأ تدريباتك. بصراحة يا باشا، اللي سعادتك بتقوله ده مخوفني. أصل أنا يعني مين يعني عشان تعمل لي كل ده؟ برافو. سؤالك ده بيأكد لي ذكائك. بكرة بإذن الله لما هتوصل للمستوى اللي أنا بحلم بيه هتعرف إجابة سؤالك. أهم حاجة يا مالك بالنسبة للراجل زي هو الإحساس بالأمان. وأنا مش ممكن أحس معاك بالأمان إلا إذا حسستني بالولاء المطلق ليا. عشان كده أنت قدام اختبار كبير، لو عديت منه يا بطل تبقى حياتك الجديدة ابتدت. اختبار إيه ده يا باشا؟ اختبار ولاء. ولاء ليا. أو على الأصح ولاء للقمة العيش. وأنا تحت أمرك يا باشا. بس هو اختبار صعب. أنا جاهز يا باشا. كده دول 10,000 دولار، دول بتوعك. بس مش دلوقتي، لما تعدي بإذن الله من اختبار الولاء. كل اللي مطلوب منك عنوان. العنوان ده مهم جدا جدا بالنسبة لي. بصراحة يا باشا، أنا خاف أقول لك يعني إن أنا مش فاهم فبان غبي قدام سيادتك. برافو، حبيت صراحتك. أفهم. تاخد كاس؟ بس هادي أنا بقى، هادي 9 دقايق بس. يا مالك، انا وصلت. انا عمار رقم 9 وشارع رقم 1 مش كده؟ انت متاكد ان الغزل هنا؟ ها لوحدها. طيب شكرا يا حبيبي، لا تصرف. طيب خليك انت هنا، تعال انت معايا. ابراهيم، ابراهيم كفايه. تمام. يلا. دي شقه واحده ولا ايه؟ اهي يا باشا. طيب بنشوف يا سمالك، المفتاح بتاعك هيفتح ولا ايه؟ مع
نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.